سلام البنات، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم جبت لكم واحد الوصفه جد سهله وبسيطه وزوينه بزاف. المكون ديالها موجود عندنا في كاع البيوت ديالنا ومتوفر في جميع الاسواق ورخيص بزاف. وهاد الوصفه هادي كتصلح للارق والتوتر، يعني اللي ما كيجيهاش النعاس بالليل والتوتر اللي كيكون متوتره من المشاكل والضغوطات ديال الحياه ولا ديال اليوم كامل. يعني هاد الوصفه هذه كتساعدك انك تخلصي من كاع من داك التوتر وتنعسي براحه وما تفكري في حتى شي حاجه. وهاد الوصفه هذه هي تبش. هاد التبش هذا شنو هو؟ كاين اللي ما غيعرفوش، هو العرش ديال البسباس. يعني البسباس متوفر عندنا في كاع الاسواق، يعني وساهل باش تقتاني. هاد الوصفه هادي كيف ما كتشوفوا غادي نطبقها قدامكم. حتى النكهه كتعطي واحد النكهه زوينه في الفم ملي كديري. كنحتاجوا هاد العشبه هادي، كنديروها في الاناء وكنكبوا عليها كاس ديال الماء. يعني مكونات بسيطه وسهله. وغنديروا 5 دقائق في الماء فوق 5 دقائق فوق النار، من بعد نشربوها. فوائد العشبه هذه عندها بزاف ديال الفوائد للنساء، بحيث انها كتحتوي على نسبه عاليه من هرمون الاستروجين الانثوي اللي كيعزز بذلك انقباضات الرحم وبيسهل من نزول الدوره الشهريه. حتى اللي كتجيها الوجع غادي تريحها هاد الشراب هذا اللي غادي نحصلوا عليه من بعد ما غنغليو هاد البسباس هذا. وكيحتوي ايضا على نسبه عاليه من المعادن والمغذيات والعناصر الصحيه، منها الفوسفور والزنك والكالسيوم والمنغنيز. من بعد ما دازت 5 دقائق ها هو المشروب ديالنا واجد. ناخذوه ونصفيوه. لا داز شي حاجه ماشي مشكل، نحيدوها بالعاشق. يمكن لكم تزيدوا ليه السكر، ولكن انا كنفضل يكون هكا طبيعي احسن. وحتى النسمه كتبقى واحد النسمه زوينه في الفم، واحد الرائحه. من بعد ما كنت كنعاني من الارق لقيت عليه الراحه، ملي كنشربوه 2 مرات في النهار، مره في الصباح من مورا الفطور ومره بالليل قبل ما نمشيو للفراش ديالنا. وان شاء الله غتجربوها وغادي تلاحظوا النتيجه، لانه كيقاد حتى الهرمونات المراه اللي ما عندها الهرمونات مخربقين كيقادهم. نتمنى من الله الفيديو يعجبكم، وما تنسوش تبارطاجيوه مع صحاباتكم. والى اللقاء ان شاء الله في فيديو اخر.